وائل، بالنسبة لنونو سانتو في هالمباراة بعد نهايتها يشير إلى أنه عنده مشكلة في الكرات الثابتة، يعمل مع فريقه الفني على حلها بالنسبة للاتحاد، يتحدث عن أن الاتحاد في الشوط الثاني كان الأفضل. نعم تعادل، ولكن يجب أن نتجهز للقوة الجوية، ليس من باب الإنشاء وإنما من باب التذكير أنه كل 3 أيام عنده مباراة، لذلك ما في وقت للنقاش في مثل هالأمور الفنية الأيام هذه بالنسبة للاتحاد. بكل تأكيد يعني احنا بنشاهد ابو علي من بداية الموسم الاتحاد ما في مباراتين ورا بعض اكتمل عناصريا، الاصابات متتالية، انت اليوم تخسر واحد من ابرز المدافعين المحليين احمد شراحيلي، بكل تأكيد حيكون في لخبطة في خط الدفاع اللي انت كنت قائم عليه الموسم الماضي بوجود حجازي مع احمد شراحيلي وتميز الاتحاد في الكرات العرضية سواء في التسجيل او حتى في الجانب الدفاعي. اليوم في اختلاف كبير في قلوب الدفاع، حتى اللاعب مثلا حسن كادش اللي يعني استقطبته إدارة الاتحاد بيغيب في مباراة اليوم. مباراة اليوم أبو علي أنت بتواجه واحد من أفضل الأندية في خط الوسط فريق التعاون بوجود ندران، مهداوي، فلافيو، اللاعب البرازيلي على الطرف، بالرغم من غياب فابينهو اللي هو المحور الأساسي في الفريق الاتحادي اللي عوض الناشر يقدم مباراة مميزة. اتفق مع المدرب، الاتحاد عنده اشكاليه في الكرات العرضيه، لكن المشكله الاكبر اللي كنت اتمنى انه المدرب يتناقش فيها هي كميه الفرص اللي بيضيعها الاتحاد في المباريات الاخيره. يعني ابو علي من مباراه تقريبا حتى مباراه الهلال اللي خسرها الاتحاد في الكلاسيكو فرص كبيره بيضيعها ابرز المهاجمين اللي في الاتحاد، يعني حمد الله هداف الفريق في الموسم الماضي، روما هداف تاريخي، تتكلم عن بنزيما افضل مهاجمي العالم، لكن كميه اضاعه الفرص لابد انه نونو سانتو يعمل عليها. اليوم المدرب جرب انه يستبدل عبد الرزاق حمد الله وينزل صالح العمري. شوف ابو علي، على اداره الاتحاد الجلوس مع حمد الله وكذلك المدرب، لانه حمد الله الهداف اللاعب الكبير في تراجع حقيقي في مستواه في مباراتين او ثلاثه، ليس هو حمد الله خصوصا بعد عودته من الإصابة، ابتداء من مباراة الفيحاء اللي تعادل فيها الاتحاد سلبيا، مباراة الأهلي، مباراة التعاون، اللاعب بعيد كل البعد عن مستواه. يعني في بعض اللعيبة أبو علي بيحاول بيقدم شيء، لكن في ازدواجية في 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 في, في طريقة لعب نونو سانتو، يعني بين بنزيما وبين حمد الله، لكن لابد انه مثل ما في يعني اشار نونو سانتو انه في اشكاليه عنده في خط الدفاع او في الكرات العرضيه، كذلك اتمنى مشكله اضاعه الفرص في المباريات. الفريق بيصل بكثافه في المباريات رغم اي نعم في غيابات، وبتقدر تعذر المدرب لانه ما في مباراتين متتاليه، الفريق يعني بيكون الفريق مكتمل عناصريا، بالرغم من ذلك الفريق بيصل في كل مباراه، اي نعم في هجمات من الفرق اللي بتواجه الاتحاد جميل. نظرا للغيابات، لكن الفريق بيصل بكثافه في كل مباراه. يعني اليوم شاهدنا حتى قبل هدف بنزيما كره كورنادو في خط السته اخر هجمات المباراه، يعني هجمه كانت انفراديه بين اللي عرضها ممكن نتيجه الضغط. وائل، هذه نتيجه الضغط، انت متعادل مع الفيحاء، خسران من في الديربي، فانت جاي اليوم تبغى تعوض بصورة أكبر، فممكن يكون في استعجال بالنسبة للاعبين على التسجيل. حط معها برضو اليوم مايسن يعني في كرة بنزيما نوير، ما هو مايسن. شوف أبو علي، أنت تتكلم عن لعيبة أصحاب خبرات، لعيبة نجوم ولعيبة يعني متمرسين، أنت ممكن تقدم العذر لهم في مباراة معينة مثل مباراة اليوم، يقول مثلا الفريق عايد مثلا من فترة إيقاف، ولا يعني غياب فابينهو، اختلاف يعني في طريقة لعب الفريق الاتحادي، لكن مكررة في أكثر من مباراة. جميل. في أكثر من مباراة الفريق الاتحادي يصل لكن لا يسجل، عشان كده بقول لك مثل ما في نونو أشار أنه في عنده إشكالية في الكرات العرضية، لابد أنه كذلك يعالج الإشكالية الأبرز والأهم بالنسبة له هي التسجيل. أنت بتصل، إذا كان ما يصل الفريق بنقول أنه في مشكلة كبيرة في طريقة اللعب حق المدرب، لكن طالما أنت بتصل في كل مباراة لأكثر من هجمة وأهداف محققة وبتضيع، ومن مين؟ من نجوم يعتبروا ولعيبة أصحاب خبرات، أتوقع أنه على نونو سانتو وعلى اللعيبة كذلك الجلوس ومراجعة هذه الأخطاء، لأنه الفريق أمامه بعد شهرين من الآن أبو علي
المحفل المنتظر كأس العالم للأندية.